اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم الى حلقه جديده من برنامج حيث الانسان. نحن معكم يوميا في هذا البرنامج الذي نحاول معا ان نقترب من قصص الكفاح والمعاناه التي يعيشها اليمنيون في هذه الظروف الصعبه. فاهلا وسهلا بكم. يعد اليمن واحدا من أفقر البلدان بالمياه، وإضافة إلى ذلك يعاني من سوء توصيله للمنازل، ما يجعل الحصول على الماء في العديد من المناطق في اليمن رحلة مضنية يكسوها التعب ويتخللها العناء. أهالي قرية الصفحة في مأرب كانت معاناتهم مضاعفة، فرغم محاولتهم تنفيذ مشروع مياه منذ فترة طويلة وإيصال صوتهم للجهات المعنية إلا أن لا حياة لمن تنادي. وصل صدى معاناة أبناء قرية الصفحة لبرنامج حيث الإنسان فكان هناك، عايش معهم عناء يوم واحد وشد على همم أبناء القرية وساندهم حتى تمكنت المياه من ملامسة وجوه صغارها ورسمت على الصفحة أجمل ابتسامة. دعونا نتابع كيف حصل ذلك. يتكرر هذا المشهد يومياً، فمع كل إشراقة للشمس تذهب هذه السيارات لجلب الماء لهذه القرية التي تقع في مدينة عرفها العالم بسدها الشهير. قرية الصفحة تقع شمال شرق مديرية الجوبة، وتبعد عن الخط الإسفلتي الرئيسي حوالي 4 كيلومترات، وتربطها طرق رملية وعرة تسبب إشكاليات كثيرة للعابرين فيها من المواطنين. هذه الرحلة اليومية الشاقة هي لجلب الماء الذي يستخدم للأكل والغسيل وشؤون الاحتياج اليومي، وهو غير صالح للشرب. تعاني السيارات أيضاً من المرور يومياً على هذه الطريق الوعرة. وصلنا أخيراً لتبدأ رحلة التعبئة. نحن نعاني من معاناة كبيرة حتى أن يوصل الماء إلينا. نذهب بالسيارات نحمل على مسافة 5 كيلو حتى نصل إلى البير، ومن ثم نعبيها، وبعدين نرجع إلى البيت ونفرق الماء. وبعض الأسواق تحصل إلينا مشاكل أن تقطع السيارة علينا ولا تخرب أو تبنشر من المسافة هذه والتعب. اللي ما عنده سيارة يأخذ سيارة الجيران يعبيها بترول يمشي بها يبحث لها عن ماء. إذا ما استطاع أن يمشي سيارة هو ماشي معه يذهب إلى المدينة مأرب ويأخذ وايت ماء. أخرى
تواجه السيارات صعوبات جديدة، فالماء المحمول لا يصل كاملاً نتيجة تدفقه بسبب الطريق، يد هؤلاء على قلوبهم أن يصل أكثر قدر ممكن. ليس من السهولة تكرار هذا العمل بشكل يومي، ولكنها الحاجة تستدعي ذلك. ها قد وصلنا لتبدأ مرحلة الإنزال التي قد تشارك فيها النساء. هذا المشروع منتظرينه من أيام قديمة، ونعاني من الماء، ماشي ما هنا، سيارة جابت ما وين ماشي 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 ما. هذا الماء يتم استخدامه دون تبذير، فمشقة جلبه تجعل الأهالي حريصين على توفيره. كل هذا العناء اليومي لجلب ماء مالح، ولا بد أنه تبادر للذهن سؤال ما: كيف يصنع هؤلاء بالماء العذب والصالح للشرب؟ ما الشرب هو فيه آبار وفيه من عيون، وكلها بعيدة عن القرية، ماشي قريب من القرية، بعيدة مسافة 30 كيلو 40 كيلو، ونمشي لها كل أسبوعين أو 3 أسابيع فوق السيارة، ومعانا الخط، مشكلة الخط هذا، يعني فيه خط فيه وعر وفيه تغاريز هذه الرملة. قرر فريق برنامج حيث الإنسان مشاركتهم لهذه المرحلة القصيرة لجلب الماء العذب. يبعد الماء العذب عن القرية قرابة 40 كيلومتراً. لما نجي المشروع ده تكون مع تغري نغرز، و الشباب يكونوا معي يساعدوني فيها، يعني ويدهفوا بالسيارة يدهفوا، ما إذا ما أرضي هذا كله ما بقلل الهواء، ومشكلة الهواء عندما نقلله يكون يعني بعد تعبئة الخزان يكون الكفر ماشي. تستغرق المسافة 3 ساعات يومياً للوصول لجلب الماء، ويستغرق نصف الوقت هذا لتعبئة الخزان.
أمام الكاميرا قد تبدو هذه المشاهد سهلة، ولكن أن يتم عيشها كطقس يومي وروتيني، هنا تكمن التفاصيل المرهقة. أن تظل عالقاً في رحلة يومية لجلب الماء في عصر التكنولوجيا، تبحث عن ماء يروي عطشك ويلبي أبسط احتياجاتك. أنا بالنسبة للماء، والله الماء محتاجين للماء، يعني تعب الماء كثير، من بير إلى بير ومن مشروب ما حصلنا شيء. في بعض الحالات البير عاطلة، وأحياناً يقول ما بش ديزل، وندور للماء دوره، أتعبنا وبهذلنا من يوم ذو عرفنا أنفسنا وحنا نتبع الماء. السيارات حقنا أدمرها الماء، أدمر هذا الحل، وإحنا نتبع الماء من مكان إلى مكان، ولا أقدرنا يعني أن نوفر الماء، والماء يعني هو حاجة ضروري، ولا أحد يعيش إلا بالماء. طرحت فكرة المشروع لإدارة برنامج حيث الإنسان، حيث تربط القرية بالخط العام لمشروع الماء الرئيسي بأنبوب فرعي، وتقوم بحفر خط سير الأنبوب من أجل حمايته من الشمس والرياح والسيول. الأهالي كل واحد بيقدم ما في استطاعته، الشباب بيحفروا الحفرية المخصصة للمشروع، وبيقوموا بعمل الدفن، وبيقدموا كل إنسان يعني بيقدم، لأن هذه حاجة ملح وحاجة ضرورية وحاجة لازم أن كل واحد يساهم فيها. تمت الموافقة على المشروع، إذ إنه يعد من المشاريع المستدامة التي ستوفر أحد عناصر الحياة الأساسية لقرية يبلغ عدد سكانها 500 فرد. سيرفدهم هذا المشروع بالماء وبعض المنازل المجاورة. الجميل في الأمر أن الأهالي أرادوا المشاركة ووضع بصمتهم على مشروعهم، وكان عليهم مسؤولية الحفر، حتى أنهم بدأوه فعلاً. يقترب المشروع من الاكتمال، وتقترب نظرات الأهالي من معانقة الحلم الذي انتظروه طويلاً، وها هم يرونه مشروعاً حقيقياً على أرض الواقع. المشروع عمل طيب وعمل يشكر عليه صراحة، ويعني فرحة لا تطاق لدى الأهالي، يشهد الله أنهم فرحين جداً. يملأ الفرح المكان،
لن يحتملوا أعباء مالية وجهدا بدنيا ومشقات يومية للحصول عليه، فقد صار الماء قريبا والابتسامة ممكنة. إذن وأخيراً لامس الماء وجه الصفحة، هذه القرية المنسية في الجوبة في محافظة مأرب. مشاهدينا، هل تعرفون ما هو الشيء الجميل في قصة اليوم في حياة الإنسان؟ هو ربما مدى تعاون أهالي القرية، مدى إحساسهم بأهمية هذا المشروع. هم قدموا كل ما يستطيعون لتنفيذه، وشعرنا وشعر فريق البرنامج وهو متواجد هناك بمدى تعبهم ومعاناتهم من خلال تلك الأيادي التي امتدت لتشارك سوياً في إيصال الماء للقرية. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا قصة اليوم، ومن تفاصيل هذه القصة بالتأكيد ستكون أسئلة وأجوبة حلقة هذا المساء من حيث الإنسان. مشاهدينا الكرام، البعض يتساءل كيف يمكن المشاركة في البرنامج والفوز بجوائزه المالية. هناك طريقتين للمشاركة في المسابقة، إما من خلال الاتصال مباشر على أرقام البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة معكم الآن، ويتم التواصل وقت البرنامج فقط، أو من خلال الإجابة على السؤال اليومي وإرسال الإجابة الصحيحة فقط على رقم الواتساب الخاص في البرنامج. ونبدأ يوميا باستقبال الإجابات من بعد انتهاء الحلقة تحديدا من الساعة 10 مساء وحتى اليوم الثاني 8 مساء من خلال إرسال رقم الإجابة فقط. طيب، نبدأ باستقبال الاتصالات ومشاركاتكم. ألو. ألو، شهر مبارك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك علينا وعليك، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ الحمد لله، الله يعطيك العافية. من معي؟ أروى حسين عبد الله علي. أروى حسين، من أي محافظة؟ عبد الله علي، من مأرب. من مأرب؟ أيوة ايوه. طيب، لكن لازم نغير لك السؤال، يعني السؤال سهل بيكون عليك. طيب، بنختار لها يا شباب السؤال السادس. تمام. اروى، ايوه. السؤال: كل كم يذهب الاهالي لاحضار الماء العذب؟ ايش الماء العذب؟ كل كم، كل كفترة، كزمن، كل كم يذهبوا لإحضار الماء العذب؟ كل أسبوعين. متأكدة؟ إن شاء الله. إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. شكراً. عفوا، مبروك لأروى من مأرب. إذن أول فائزين معنا في حلقة اليوم 50,000 ريال وإجابتها صحيحة. اتصال آخر. ألو، ألو ألو ألو. نعم، شهر مبارك عليك. شهر مبارك. تسمعني؟ صوتي واضح عندك؟ أهلا وسهلا، من معي؟ ألو، بس صوتك بعيد. صوتي بعيد؟ ايوه. تمام. طيب، ما اختار علي ايضا. طيب، اقرب انت ولا اقرب انا ولا كيف؟ اقرب لك. طيب، اسمعني. اسمعك انا، عرفني باسمك. طاهر علي ايضا. صالح؟ طاهر، طاهر علي ايضا. يا شباب، اسمه؟ أنا الصوت عندي مش واضح. طاهر علي عظام. صالح. طاهر، طاهر. طاهر. أيوه. طاهر يا طاهر. طيب طاهر، السؤال:
أين تقع قرية الصفحة؟ في مأرب. متأكد؟ أيوة. مبروك لك 50,000 ريال. كيف؟ يا طاهر. أيوة معك. مبروك يا طاهر 50,000 مبروك. الله يسلمك ويبارك. من أي محافظة أنت يا طاهر؟ من صعدة. من صعدة، مبروك لك طاهر من صعدة 50,000 ريال مبروك. يسلم. طيب، شكرا لطاهر. ألو، اتصال آخر؟ طاهر علي عيضة، يعني الحل في الموضوع أنه الناس اللي في البث المباشر على الفيسبوك يسمعوا أحسن مني والله، يكتبوا لنا اسماء الضيوف، وفي منهم كتبوا الإجابات، في واحد اسمه أبو وائل طول الفيلم هو بيتوقع الأسئلة والإجابات، 5 أسئلة من اللي توقعت أن أبو وائل اللي موجودة في الحلقة. ألو؟ ألو؟ ألو، شهر مبارك على الجميع إن شاء الله. عرفينا عن نفسك. مين؟ صفاء العسري. صفاء العسري. صفاء العسلي. أيوة. من أي محافظة يا صفاء؟ من حجة. من حجة. طيب صفاء، تابعت الفيلم؟ أيوة. طيب سؤالي لك يا صفاء، كم تستغرق المسافة من القرية إلى المكان اللي فيه الماء العذب؟ كم؟ 3 ساعات. كم؟ 3 ساعات. 3 ساعات. 3 ساعات. 3 ساعات. طيب كم بالكيلومتر؟ 40 30 إلى 40. 40. يا سلام عليك، والله تستاهلي والله. مبروك 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 50,000 ريال تستاهلي يا صفاء. صفاء. شكرا. يا صفاء. شكرا. وانت بتتابعي الفيلم بتجلسي تكتبي ولا كيف يعني؟ ولا بتحفظي المعلومات؟ كيف؟ بتكتبي وانت تتفرجي الفيلم بتكتبي المعلومات؟ لا ما بنحفظها. بتحفظيها؟ ايوه. والله. والله. انا جالس اكتب انا، تمام انت احسن مني، تمام يلا. مبروك. مبروك لك يا صفا 50,000 مبروك. شكرا شكرا شكرا. طيب نعمل قرعة ولا كيف يا شباب؟ طيب قرعة الآن يا شباب، سنجري القرعة ونختار 3 فائزين عن سؤال حلقة أمس. كان السؤال يقول أمس: الأستاذ مهدي ما هي المادة التي يدرسها؟ مثنى. في فرق بين مهدي ومثنى؟ تمام. الأستاذ مثنى بطل قصة أمس، اعذرونا يا شباب، صيام ورمضان والواحد بعض الأحيان. المهم الأستاذ مثنى بطل قصة الأمس كان يدرس أو يعلم مادة، السؤال كان هل الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية؟ كانت الإجابة الصحيحة اللغة العربية الاختيار الثالث. طيب 41,000 الآن بس نستعرض معكم على الشاشة كم عدد الإجابات التي وصلتنا. 41,887 إجابة وصلتنا للبرنامج أمس عن سؤال أمس، عدد الإجابات الصحيحة فقط 27,937 وعدد الإجابات الخاطئة 13,950. إذن الآن ستتابعون معنا على الشاشة عدد الإجابات التي وصلت للبرنامج: 41,887، عدد الإجابات الخاطئة 13,950، والإجابات الصحيحة 27,937. المفروض الكل يجاوب إجابة صحيحة، وخاصة أنه حاولنا نساعدكم في نهاية الحلقة، إن شاء الله من حلقة اليوم تكون الإجابات الصحيحة أكثر. الآن سنجري القرعة ونختار أول الفائزين وقيمة الجائزة 50,000. بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 774-657-982. مبروك إذن لصاحب الرقم 774-657-982. مبروك 50,000 ريال لأول فائز معنا عن سؤال حلقة أمس، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 3. إذن مبروك للفائز، وسنعود بعد قليل ونختار فائزين وقيمة كل جائزة 50,000. لدينا اتصال. ألو. 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 ألو، شهر مبارك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، عرفين عن نفسك، من أي محافظة؟ فريال محمد فضل. لو تعيد اسمك. فريال. فريال محمد فضل. أيوة. فريال
محمد فضل. فضل من أي محافظة في ريال؟ من عدن. أيوة من عدن، أهلا وسهلا بك يا فريال. وأخيرا 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 وصلت يا فريال. ها بعد عناء. بعد عناء فريال، كيف اليوم الجو في عدن بعد خبر كورونا؟ والله في حالة رعب. هل في تغير؟ الناس بدو يمكن الآن يلتزموا بالحاضر بالتباعد الاجتماعي، إيش اللي حصل؟ أيوة الآن يلتزموا الناس بالحاضر وحاولوا قدر الإمكان يعني. حمى الله عدن وحماكم إن شاء الله. طيب السؤال لك يا فريال، كم مسافة الطريق لإحضار الماء المالح؟ أهالي القرية عندما كانوا يذهبوا يحضروا الماء المالح كم مسافة الطريق؟ والله اليوم شوف الكهرباء طافية حق العناء. الكهرباء طافية؟ والله الكهرباء طافية اليوم، يومياً أتابع ما يمسكش الخط، واليوم ما تابعتش الفيلم يعني؟ اليوم الكهرباء كانت طافية. طيب كيف نعمل الآن يعني كيف؟ لازم السؤال مش خيارات. السؤال لازم يكون من الفيلم. طيب أيد سؤال خيارات ما في. أيوة طيب أنا حاول أساعدك. طيب. القصة كانت من أي محافظة تعتقد اليوم؟ على حسب ما يعني سمعت قبل قليل بالإذاعة، بعدين فتحت الإذاعة من التليفون مأرب أعتقد. أيوة مأرب صح؟ مأرب. أيوة مبروك لك 50,000 ريال. وأنت سمعت الحلقة من إذاعة بلقيس على الإف إم يعني؟ أيوة بعدين فتحتها من مبلغك الخاص، فتحتها من الإذاعة. شكرا لك. أيوة والله إنك جبت لي طريق. أي واحد يقول الكهرباء طافية يقول له اسمع الراديو. أيوة أيوة أكيد. بس يلا أنت مشيتيها غالطينا اليوم يا فريال، بس يلا سلام. شكرا. يلا مبروك 50,000 ريال تستاهلوا أهل عدن، وحمى الله عدن إن شاء الله، الله يحميكم إن شاء الله. شكرا لفريال 50,000 ريال. طيب السؤال ما زال موجود، لدينا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. من معي؟ إسلام قاسم. من؟ أحلام قاسم يحيى. أحلام قاسم يحيى. نعم. من أي محافظة يا أحلام؟ من إب. من إب. طيب أحلام السؤال، نعم. كم المسافة التي يذهب إليها الأهالي في قرية الصفحة ليحضروا الماء المالح؟ كم المسافة؟ 40 كيلومتر. لا هذاك الماء العذب 40 كيلومتر، الماء المالح كم؟ الماء المالح أيوة مفيش اشتمالات أقل من 40. 30. طيب أساعدك آخر مرة، أقل من 30 كيلومتر وأكثر من 3 كيلومتر. مش كثير. مش كثير يعني ها أكثر من 3 كيلومتر وأقل من 30. 4 كيلومتر. ولك أنا سمعت. يلا معك فرصة، مش 4 أكثر. 1000 والله صعب علي، بس السؤال الأول اللي جيت كنت عارفه لهم أفضل جات أنا في الحلقة من الأخير. كم؟ 50,000. متأكدة؟ متأكدة. تمام مبروك لك 50,000 إن شاء الله. مبروك مبروك 50,000. يلا شكرا. يلا شكرا. مبروك لأحلام من إيه مبروك. طيب اتصال آخر أو بنجري القرعة؟ قرعة. طيب الآن سنختار أيضا الفائز الثاني وقيمة جائزته 50,000 ريال. وبسم الله نختار الرقم الثاني. مبروك لصاحب الرقم. إذا مبروك لصاحب الرقم 7365272276.
مبروك لصاحب الرقم 7365-72276، رقم 200 لأصحاب 200، يقولوا ما حدش يفوز 200. مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال، وكانت الإجابة الصحيحة رقم 3. لازم يا شباب اليوم تكون إجاباتكم الصحيحة أكثر، يعني 13,950 إجابة خاطئة. ليش؟ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ والله الحمد لله ثابت. من أي محافظة؟ محافظة لحج. من لحج. اسمك الكريم؟ مصلح محمد علي. مصلح محمد علي، من وين في لحج يا مصلح؟ والله من ردفان. من ردفان؟ نعم. كم لك تحاول تتواصل في البرنامج يا مصلح؟ والله أنا بواصل من قبل السنة اللي فاتت، تواصلت رمضان كامل. وأنت يومياً تتصل؟ يومياً أتصل، بس ما ينساك إلا اليوم الحظ. اليوم حظك حلو. طيب مبروك لك، أقول لك مبروك لك مقدماً. استعجلت أنا صح يا مصلح ولا كيف؟ ولا ضامن بتفوز إن شاء الله؟ طيب مصلح، كم تبعد القرية عن الخط الرئيسي؟ قرية الصفحة في مأرب، كم تبعد عن الخط الرئيسي أو عن الشارع الرئيسي؟ كم مسافة؟ كم كيلومتر؟ والله ما سمعت البرنامج لأني خارج عن التلفزيون، فحاول وما تأكل خط. ما تسمعت البرنامج؟ أيوة ما سمعت، ليلى بسمع وخرجت، لكن ليلى خرجت قبل ما سمع وما تأكل خط، الحمد لله. وين رحت؟ ليش خرجت؟ لأني أنا في مكان ريفي، وفي التغطية مش كثير، لما يعني بعيد عن منزل حقي. طيب كيف نعمل الآن؟ والله أعطني خيارات. شوف أنا بحاول أساعدك. المشروع هذا أيوة ممتد، يعني الآن كان عند الأهالي القرية مشكلة عشان نوصل لهم الماء من المكان اللي فيها المشروع إلى عندهم، تقريبا المسافة 5 كيلومتر. مسافة المشروع القصب والبيبات توصلت على مسافة 5 كيلومتر، يعني نتوقع أنه مثلا المسافة من القرية إلى الشارع الرئيسي قريبة من هذه المسافة. كم توقع؟ يعني وأنا بساعدك آخر مساعدة، مش 5 كيلومتر، أقل من 5. 3؟ لا آخر مساعدة، يلا مش 3 غلط. طيب أعطني خيارات. إيش أعطيك خيارات؟ قد قلت لك 5، قلت لي 5، قلت لك أقل من 5. 3. 3 غلط. لا 3 ولا 5، يلا كم؟ 4. أيوة مبروك. الله يحفظك. يلا مبروك لك، تستاهل يا مصلح 50,000 ريال، وأنا متأكد أنك تابعت الفيلم. بس السؤال صعب. أمان أنك ما تابعت الفيلم يا مصلح؟ أنا ما تابعته، بس يعني أنا خرجت ولا حتى ولا حتى شوية. تابعته قبل، يعني على المسافة لما تكون 3 ساعات لما تمام. يلا تمام، مبروك لك يا مصلح 50,000، مبروك لك، تستاهل. مصلح من لحج، مبروك لك 50,000. طيب اتصال آخر. ألو ألو ألو، شهر مبارك علينا عليك. من معي؟ معك محمد أحمد زيد الحطامي. محمد أحمد زيد الحطامي، من أي محافظة يا محمد؟ محافظة دمار، مديرية وصاب الشاطئ. من دمار وصاب. طيب كيف حالك يا محمد؟ إيش أخبارك؟ والله الحمد لله، يعني لا يعني أخيرا متفهم. أخيرا محاولة. كم لك تحاول يا محمد؟ كم لك بتحاول؟ والله من أول يوم، من أول يوم. وأخيرا اليوم أنت معنا. اتصلت على أي رقم؟ على 7 فون. على 7 فون. طيب سؤالي لك يا محمد، أهالي القرية اللي ما عندهش سيارة كيف يحضر الماء؟ كيف يجيب له ماء؟ ياخذ سيارة جاره ويعبيها بترول ويرسل. ياخذ سيارة جاره أو
أو يا 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 أخي سيارة جارة ويروح يعني يعبيها بترول. أيوة، أو يشتري يعني حملة يعني وايد. هذا هو 50,000 ريال. مبروك، تستاهل. الله يبارك فيك. الله يسهل. شكرا لك يا محمد. شكرا لك. شكرا لمحمد من دمار من وصاب، مبروك لك 50,000 ريال. اتصال آخر. ألو. عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك فتحية عبد عبد الله من محافظة شبوة. فتحية عبد عبد الله من شبوة. أيوة. شهر مبارك يا فتحية. علينا وعليك. كيف أثرت فيك القصة؟ إيش أكثر شيء مؤثر في قصة أهالي الصفحة؟ طيب أول شيء. علينا وعليك. تمام، الآن في تأخير في الصوت لأنه تسمعيني من التلفزيون. اسمعيني من التلفون ووطي صوت التلفزيون. وطي صوت التلفزيون. اكتم الصوت. والله ما تابعت كامل اليوم. ما تابعتش كامل، ليش؟ والله كنا نتعشى ولا تابعنا الفيلم. يعني انتم تتعشوا وما تتابعوش ونحن نفلة العشاء وكيف يعني؟ نحن يأذن هنا في اسطنبول الساعة 8، ما نفطر بسرعة والاستديو. ولا الساعة وانتم فلتتم البرنامج ورحتم تتعشوا يعني؟ لا، البنت الصغيرة ما قطعت الريموت كراتين. طيب تمام. أحاول أساعدك. ساعدني من اللي ساعدني؟ ما اتصلت عليك ما تساعدني. لا لا، بنساعدك. تمام، ولا يهمك، بنساعدك. ها؟ تمام، بنساعدك. يلا إن شاء الله. لا تتعصبش علي، بس بنساعدك. إن شاء الله. إن شاء الله. القصة قصة اليوم كانت من أي محافظة؟ هي من مارب، صح؟ من محافظة مارب. أيوة. إيش أشهر شيء في محافظة مارب؟ أشهر معلم سياحي؟ سد مارب. يا سلام عليك، تستاهل 50,000. إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص الأمور تمام يا فتحية. مارب عرش بلقيس. إيش؟ أيوة أيوة تمام خلاص. وعرش بلقيس تمام. مبروك لك 50,000 ريال يا فتحية، مبروك لك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا شكرا فتحية. أو عادك تشي 50,000 ثانية؟ أبغى 50 ثانية. ها؟ لا لا خلاص. يلا تمام. يلا مع السلامة. نحاول نمزح شوية بس معاكم نضيع وقت يعني، فما حد يزعل يعني إذا في مزح. طيب اتصال آخر. ألو. طيب الآن نجري السحب ونختار الفائز الثالث بسؤال قرعة، وقيمة الجائزة 50,000 ريال عن سؤال أمس، وكانت الإجابة صحيحة الاختيار رقم 3. وركزوا يا جماعة وجاوبوا بشكل صحيح. والفائز الثالث بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 770710960. إذن مبروك لصاحب الرقم 770710960. مبروك. طيب مبروك إذن للفائزين الثلاثة مشاهدين الكرام عن سؤال حلقة الأمس، وفي حلقة اليوم أيضا سيكون في نهاية هذه الحلقة هناك سؤال يمكنكم الإجابة عليه والفوز بثلاث جوائز قيمة كل جائزة 50,000 ريال. فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 بدون أي إضافات على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، وأذكركم بالثلاثة الأرقام الفائزة. نتابع. إذن سنذكركم الآن بالثلاثة الأرقام الفائزة معنا عن سؤال حلقة الأمس، وبعد قليل أيضا سنطرح لكم سؤال حلقة اليوم. الأرقام الفائزة معكم على الشاشة. مبروك للفائزين الثلاثة 777 465 782 و 7365 722 76 و 770 710 960. مبروك إذن للفائزين الثلاثة وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.
إذن مبروك للفائزين الثلاثة مشاهدينا الكرام، وأنا أشكر المتفاعلين معنا في البث المباشر على الفيسبوك، يعني ما شاء الله كل إجاباتهم صحيحة، لكن حظكم يا شباب، هم يجلسوا يفيسبوكوا ويبطلوا يتصلوا، يعني كيف؟ حاولوا تتصلوا وتتركوا الفيسبوك قليل، ممكن تكونوا معنا على الهواء مباشرة. الآن أطرح عليكم سؤال حلقة اليوم، والسؤال بإمكانكم الإجابة عن هذا السؤال حتى الغد، والسؤال يقول: السؤال كم عدد أو كم يبلغ عدد سكان قرية الصفحة؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 500 فرد، الاختيار الثاني 700 فرد، الاختيار الثالث 800 فرد. إذن سؤال الواتساب: كم يبلغ عدد سكان قرية الصفحة؟ الاختيار الأول 500 فرد، الاختيار الثاني 700 فرد، والاختيار الثالث 800 فرد. إذن سؤال الواتساب معكم، وبإمكانكم الإجابة على هذا السؤال حتى حلقة الغد، وبدأ الشباب في البث المباشر يجاوبوا على السؤال على المخلافي. إجابتك صحيحة، محمد الكريزي وحاميم ومحمد شمسان وطلال المقطري. حلو، الناس عرفوا الإجابة الصحيحة وهي الاختيار رقم، تابعوا الحلقة وتعرفوا الإجابة والسؤال سهل. ونلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، وجوائز مالية أيضا يومية في انتظاركم. نلقاكم غدا وحلقة جديدة. في الختام تحية طاقم البرنامج، كونوا بخير. انظر من قلبك سترى نفسك في الغير، وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكاية تأخذنا حيث Okay.